عفو يعني أنا دا أتمشى ما أعرف هيك دا أعبر منك بعيد كان أقرأ هاي الكلمة أكواريوم كان أقول شنو هاي وميوزيوم كلمة ميوزيوم أكواريوم فيعني ببلاش يمكن أكو هنا أكواريوم مع السمك وشفت صور سمك هنا فيجوز أروح وأصور لكم يعني سمك وأكواريوم ما أعرف خلينا نشوف يعني دا أكتشف أشياء وشوف هاي العمارة هسه راح أصور لكم إياها الحرامات ما أقدر أصورها من بالقريب. طبعاً بدلت البطارية، البطارية خلصت هالقد ما دا صور. أنا أشوف شنو هذا؟ إن شاء الله ما يطلع بفلوس أهم شيء أريد كل شيء بلاش. Thank you. هاي شنو؟ ما أدري شنو هذا. السالفة طلع بيها سنة طويلة. صار بلاش. الحين كلش شوف السرعة وراي. يدخل يدفع فلوس 20 دولار ما ادري ايش قد بس انا ما عندي طبعا مفلس شوفوا هذا الطير كنا ديناصور راح اخذ لي صوره هنا يمكن راح اشوفوها على انستغرام ما شاء الله ما شاء الله سبحان الخالق والله كله بلاش وشي حلو اذا وقعت الكاميرا شي يصير بالله والله يعني خليك تشعر بالسعادة لما تمشي بيجي اماكن حلوة شوف هاي القرود بقد الاصبع دولة كلش صغار بقد اصبعي هذا هلا هلا والله سبحان الله صدق ابداع ابداع في خلق الله يعني شيء حلو حتى فواكه للطيور حاطينهم يلا متحضرين راح اصور لكم كروكودايل همينه اليوم هذا اطول فلوق راح يصير بعد عندي اشياء راح اسوي مو بس هاي دبل يلو هيد هذا بالمستقبل ان شاء الله اشتري منه هذا يعتبر من اذكى انواع الببغاءات دبل يلو هيد خفافيش هذا سمك البيرانا هذا واحد ثاني هاي وين راسه ايات سلكة الكهرباء هاي هاي اننا محل يبيعون اشياء مال الحيوانات يا سلام يا سلام Blurry face and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now wish to stay Young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. خايف. هذا خايف الولد. القروشة وهسه ما اعرف يمكن خلصنا لا اكو بعد اكو تايجر على اساسه
قاعدة تصيح على حصاني. هذا السمك شكله زعلان من أنا الصقر. شوفوا ذولا دا يتعاركون بالتعليقات. شوفوا. يقول له ليش هيك لك؟ ليش تسب عمر؟ لك هذا ما يقلد لا. فعاليات همين مسوين. يسوون فعاليات حلوة هناك فوق. Let's go. أنا كنت هناك جوا. Let's go. وإلى هيك يا أصدقائي أكون خلصت الجولة. إن شاء الله تونست ويانا. هسه لازم أمشي 14 دقيقة. أمشي إن شاء الله تونست وياي ونستكم بهذه الحديقة. وهسه راح اكمل تونيسكم. هذا الفلوق اكيد اطول فلوق. هلا 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 باخوان عمر زكي. هلا هاي انتو اخوان عمر زكي؟ ها والله انتو اللي تنشرون اخوان عمر زكي بكل مكان. لا لا انتو لو لا 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 خلينا نكمل بلا سخافه. اليوم اريد اونسكم اخوان عمر زكي اونسهم ان شاء الله. سبيشال فلوقاتي سبيشال خاصه لكم. وجيت الى المتحف مرت الاخ بس هيك راح اطلع على كم شغله صراحه. خلاص بس هاي بس دخلت بي التصور كم شغله وهسه راجع ان شاء الله. ان شاء الله دا ابيعها. فد واحد اتصل لي قال لي تعال انا يم البيت وراح ينتظرني ساعه خطيه. بعت في تشيب $50 في تشيز زباله اصلا هيك حاطه الاعلان رد امسحه اصلا. قلت مستحيل ينباع بس انباع. فخل اروح اخذ لي $50 احطها بجيبي. $50 تونس بيها. خلينا نروح يلا. من كل عقلكم انا اجوز الا اشوف كل شيء واصور كل شيء بعدين يلا. فاكتشفت مكان حلو. هاي شنو ها؟ هاي الاشياء اللي يستخدموها بالرسم اعتقد ذهب واشياء حلو. هاي الرسمه حلوه. نقدر نطلع برا خوب. هذه هناك يا الله واو. حاخذ لي صوره هنا هم انا يمكن واحطها على الانستغرام. تابعوني على الانستغرام فيسبوك. فيسبوك اي واحد يتواصل وياه الفيسبوك سهل بالتواصل. انستغرام يعني مرات ما اقرا الرسائل اتاخر فيها. شوفوا يا سلام يا سلام على العيشه يا لهوي. وبس هسه اقدر اقول صدق ختمت المتحف عذرا. وهسه اقدر اقول لكم انه انا رايح للبيت وراح نكمل الفلوج لليل الى حد ما اوصل للحكمه وهاي الشغله. اللي ما داس لايك يدوس لايك بسرعه. يلا ترى قلت له هسه شقه وياكم رد تنشبح. يلا اعتقد احنا هسه جاهزين. فتحنا السقف ويلا ننطلق للبيت. 35 دقيقة الطريق. ما شاء الله لا قوة الا بالله. مكتوب منا لازم. اوبسي. ليتس جو. انا لازم الوف منا. شايفين شلون؟ شايفين سارونا؟ شلون تشحط بعاصمة تكساس؟ شايفين؟ موت عليها السيارة ما شاء الله. الله يرزق كل واحد يحبني وكل مشترك دائما يشجعني على الفلوقات. الله يرزقه ان شاء الله بسيارة احسن من سيارتي بإذن الله. اوبس كان لازم اطلع من هناك.
هسه أنا الناس يباعون علي عبالهم أنا واحد من ذول الزناقين اللي عايشين بدلس هنا. مع السلامة دلس. خلاص صاحي طلعنا. خلي انتبه للطريق أحسن لي. بسم الله منا أنا. أوكي حلو. طبعا إذا غلطت غلطة واحدة أتأخر كلش. بس قلت ظلال كان يجي ظل. شفتوه سبحان الله. طبعا ذا سوق ثاني. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني شنو ذولو ما يعرفون يسوقون؟ ادعمه يعني ادعمه. والله خطتهم خوط يمنى يسرى يمنى يسرى. خطتهم خوط حبالتهم. احلى شيء لما شعرك يطير شوية. وصلت للبيت والدنيا بدت تصير حارة لأنه الساعة عصرية ساعة بالأربعة تقريبا. وخلي أشوف هذا البايع المشتري أقصد المشتري ده بدي أشوفه شنو السالفة ويا ما أعرف. هسه راح يجي ويمكن يأخذ هذا الفيتشي بخمسين دولار. شوفوا هيات الرجال. أنا يعني صدق ما دا أصدق أهلي كانوا راح يشمروها بالزبل. هذه أحسن منها شبه جديدة بثلاثين دولار على السوق. أصلا أنا قلت دار دحذف الإعلان حاطها بخمسين دولار. طاني الخمسين دولار. ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا ربي لك الحمد والشكر. اللهم زد وبارك. دائما التزم بصلاتك التزم بدينك حياتك تصير حلوة بإذن الله تعالى. وهاي لا شيء هذا الشيء بسيط من الأشياء اللي أنا بايعها والأشياء اللي أنا متوفق بيها غير الطيارة اللي شفتوها وغير الفلوس الدزولي. يا سدزولي 730 دولار تتذكرون بالغلط ورجعت لهم إياه. ولمن كم مرة ثلاث مرات لقيت تليفونات ورجعتها ومرة هذا محفظته بالفيديو جاب 24 ألف مشاهدة. ويعني الحمد لله دائما أنا هيك حياتي فدائما تصير حياتي همينة بالمقابل هيك إنه يعني بيها بركة. فالحمد لله وما شايف نفسي ولا شيء. بس أنه أتمنى أنا أحكي لكم هذا الحكي على مود أتمنى أنه اللي دا يشوفني يحاول يصير مثلي أو يحاول يبيع مثلي أو يحاول أنه ما يستسلم مثلي أو يحاول يعني انه بس اريد الخير للشباب الأمة. اتمنى انه هذا الجيل ان شاء الله يعني يكون بيه ناس صالحين ناس يحررون المسجد الاقصى باذن الله تعالى والا نحرره باذن الله فد يوم من الايام. مع انه اكثر الناس هدفهم بالحياه فقط انه يعيشون حياتهم وينسوا ورقص واغاني وهاي. بس انا هدفي اعظم من هذا باذن الله تعالى. هدفي انه في تشي نسوي للتاريخ في تشي يذكر التاريخ الاسلامي في تشي يكون يعني ينصر الاسلام باذن الله تعالى. اوكي يا اصدقائي لهنا كانت نهايه فلوجنا. ان شاء الله هذا الحكمه او الحكي هسه قلت قبل شويه هيك كنت هنا اللي قلته هسه قبل شويه ان شاء الله هذه هي كانت مثلا حكمه الفلوج او اي شيء او الاشياء تعلمتوها بالله هسه لما رحت الدرس. شفتوا فقراء وشلون الحياه عمارات وزناقين وهاي بس اكو فقراء واكو يعني ما اعرف شلون اشرح لكم. المهم انه ان شاء الله استفدتوا من هذا الفلوج وشوفكم على خير ان شاء الله بفلوج جديد ان شاء الله مستمرين ونحو الافضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.